رح نعمل جولة على أبرز المحطات الفنية والثقافية وبأغلبها نشاطات ميلادية. رح نبدأ مع اليوم وتحت عنوان ميلادك كمال الإنسانية، أمسي ميلادية مع جوقة القديسة رفقة وفرقة عازفين وموسيقيين بقيادة الأخت مرانا سعد. إذن الليلة الموعد الساعة 8 المساء بكاتدرائية مار إصفين بالباتون، ومنسمع أطفال جوقة القديسة رفقة. إذاعة صوت المحبة بتقدم مسرحية ميلادية للأطفال بعنوان العيد بلا هدية، تأليف وإخراج الأب فادي ثابت. العروض بتبلش ليلة المساء ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر، وبتستمر العروض لغاية 27 كانون الأول على مسرح جورج الخامس بأدونيس. وأنا لقيته. لا أنا. أقولكم شو رح بيصير؟ جاسينتو روميرو رح يخلوا العيد بلا هدية؟ يس! العيد بلا هدية، مسرحية ميلادية للأب فادي ثابت، تعرض كل سبت وأحد على مسرح جورج الخامس ذوق مصبح أدونيس الساعة 4 بعد الظهر. للحجز الاتصال على 03-502-606 أو 09-220-526. هلا بابا نوال فقد ذكرته، ما حدا قال لي. إذن الساعة 4 العروض مش الساعة 5. منتابع مع الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي اللي بتعطينا عدة مواعيد ميلادية، وأقربها الليلة بظهور شوير. بكرة ب 13 الشهر رح بيكونوا بالباترون، بتستمر حفلاتهم 15 الشهر بزغرتا، 18 الشهر بأرنعون، و23 الشهر هو الاحتفال الأكبر والأضخم بكنيسة مارلياس أنطلياس مع كورال الكنيسة بالإضافة لكارول عون وشادي عيدموني بقيادة المقدم زياد مراد. ورح بيرافقهم بهيدي الأمسية عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة. نسمع. مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية بتقدم ومثل كل أسبوع فيلم جديد، وبعد بكرة تاني نحن على موعد مع عرض لفيلم لانفان سوفاج للمخرج فرانسوا تريفو. إذا الموعد الأربعاء 14 شهر الساعة 7 المساء على مسرح بيير أبو خاطر جامعة سيدة لويزة. Victor, Victor, don't be so wild, for there are good things too on the human side. Oh, doctor, doctor, why can't من الأفلام إلى المعارض، وتحت عنوان هذا المساء معرض ل 250 ملصق سينمائي أصلي واستعادة للأجواء السينمائية يلي كانت رائدة بلبنان بالستينات والسبعينات. أفلام لبنانية لفيروز، صباح، سميرة توفيق، شوشو وغيرهم، كلهم للناشر اللبناني عبودي أبو جودة بنادي اليخوت بالزيتونة باي، والمعرض مستمر لغاية 15 كانون الأول. مسألتي، مذكرتيني وغيرك.
إذا واحد من الأفلام يلي رح نشوف الموسيقى الأصلي تبعه هو سفر برلك يلي سمعنا من فيروز من خلاله هالأغنية. الاحتفال بالسنة الثانية لبيروت سوق سينما سيتي بدعوة لحضور فيلم جوي مع الممثلين جينيفر لورنس، روبرت دينيرو وبرادلي كوبر نهار الأربعاء 16 شهر الساعة 9 المساء بسينما سيتي أسواق بيروت. And y'all gonna build wonderful things. And that is what is going to happen to you. ضمن صالون السبت قبل ما نختم هالفقرة بذكر أنه ضيوف وردي اليوم هو النائب السابق روجيه ديب والرأي العام. كمان قبل ما نختم وللأسف رح أعلن عن وفاة زميلنا بتلفزيون المستقبل راشد غصن وذلك من بعد صراع طويل مع المرض. نحن أكيد منعزي عائلته صغيرة سكينة هند وعلي الله يصبركن، وأكيد منعزي تلفزيون المستقبل هالعائلة الكبيرة يلي احتضنت راشد واحتضنها على فترة سنوات طويلة والله يرحمه. اليوم إذن الدفن الساعة 3 بعد الظهر بضيعته بجون. نحن كمان نرجع كمان مرة منتقدم بالتعازي لعائلته الصغيرة سكينة هند وعلي ولأسرة تلفزيون المستقبل. رح ننتقل عند بيارات وأحوال طرقات. المعاون توني بشعلاني من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا على الخط ليعطينا تفاصيل عن حركة السير لصباح يوم السبت. صباح الخير. ألو. ألو. ألو بونجور. بونجور. كيفك؟ الله يعافيك، تفضل. نعم، بالنسبة لحركة المرور ليوم السبت يعني أقل نسبة من بقية أيام الأسبوع، والسبب أكيد عطلة معظم المدارس والجامعات. نبدأ بمدخل بيروت شمال يلي عم يشهد حركة صباحية ناشطة من جونة تحديدا غزير مرورا بنهر الكلب باتجاه دبي نهر الموت، كذلك الدورة الكارنتينا شارل حلو. بولفار سن الفيل إشارات بعد الحركة طبيعية باتجاه الصالوم الحايك جسر الواطي، مثلث خلدي حركة ناشطة دون عوائق باتجاه الحدث الكفاءات وباتجاه الأزاعي الجناح، كذلك خلدي أنفاق المطار باتجاه السفارة المدينة الرياضية سليم سلام الوسط. نعم. العدلية المتحف البربير، كذلك كورنيش المزرعة، شوارع الحمراء وواجهة بيروت البحرية بعدهم عم يشهدوا بالأثناء حركة سير الطبيعية، المدخل الجبلي بعد الحركة الطبيعية لناشطة من البقاع باتجاه جمهور الصياد، ومنكرر هون ندائنا لكل يلي عم يسلك هالطريق خاصة بين صوفر وساحة بحمدون توخي الحذر والتروي بالقيادة بسبب أعمال الحفر. نعم. والتسفيت بالمحلة تمهيدا لإقامة نفق لتسهيل حركة المرور. اوكي، هيدا بشكل عام عن حركه المرور. اوكي، هلا بس اليوم السبت وبنعرف يعني هلا مع موسم الاعياد يمكن انتم متوقعين يكون في ضغط للسير خاصه بالقرب من المجمعات التجاريه، في اي تدابير رح تتخذوها؟ صح، اكيد نحن على تواصل دائم بيننا وبين الدراجين يلي موزعين على كافه الطرقات كرمال حلول موسم الاعياد. واكيد بنتوقع نحن كل يوم يعني مثل ما فدنا سبقنا وحكينا انه كل يوم عم بيصير في ضغط للسير، واكيد نحن على تواصل دائم بيننا وبين جميع المواطنين كمان كغرفه التحكم بالمرور على الرقم 1720. نعم. وعبر التواصل الاجتماعي تي ام سي لبنان لمعرفه اخر اخبار وين في عجقات على الطرقات. صح. واكيد نحن الرقم 112 للطوارئ. نعم، شكرا لك المعاون توني بشعلاني، بنتمنى لك ويكند حلو. شكرا لكم. رح نتوقف مع تاني فاصل ونرجع من بعده ونتابع مع تقرير أخبار الصباح لليوم. ضلكن معنا.